عميل التالي تو سامبلومون هيك نجم نقول لك حالة عادية حاول تفهم ثم شيء جديد خير وضعك تشوف فيه ترى فيها البلاد واقفة حابسة أكثر كيلو اللحم ب 22,000 البطاطا بك الحساب كل شيء تشوف فينا احنا مو أكثر فينا بطالة قاعدين بيع في أربع سواقر وضع عائلة خمس من الناس الله يفرج علينا أخويا وبرا دخلنا في حيط عندها التقييم الوضع ما يفرحش يا العمين هذية مرينا حتى حاجة تفرحنا بقول الشيمة فما حتى نتيجة ناس ماتت هكاكا في باطل الله الله يرحمه وقعها تونس تريقلت وليت بها بدل عاد شيء هي الحكاية معناها ممكن نقبل خير زادة فهمت أحزاب معناها تو مشاكل بدل عاد شيء أخوي ربي يقدر خيره وبركة هو شيء ما تبدل إن شاء الله ربي يهدي الجميع وبرا وكل شيء نقول ثورة ولاد غورك هاو كاش نقول لك بصراحة سر على 10 ما ثم شيء جديد والله ما ثم شيء جديد ديما هي البلاد هي ما تبدل شيء ما تصلح حتى شيء تونس تحب لها مش عامين تحب لها 10 سنين باش تتريقل قبلت سؤال هذا زمادو على خاطر ما تبدل شيء برسك بعض الناس استغلوا هذه الثورة كم عاش برشا حوايج و يعني الأكثرية المظاهرات إذا اللي يعملوا فيهم ضد مصلحة البلاد في بالي نارا فيها ما تغير حد شيء فيها قعدت كيف ما هي ثورة ما عطات حتى مفعول إيجابي عامين بعد ثورة كيفاش تراها تونس اليوم؟ ما نرى أي جملة أنت تتبدل بإذن الله بشوية صبر شوية وقت تتبدل والله نقيمه ما نقيموش خير كيفاش تحبني نقيم الوضع انت معناتها مش انا نحبك تقيم الوضع انت تقيم الوضع عمي ما عندي ما نقيم الوضع شين كان لوطه عمال لوطه كاو برا مش عندي ما نقول لك كيفاش تقيم تونس اليوم الله يا صاحبي امن امن صاحبي ماش موجود تو في البلاد تو مثيرك نخدم الواحد يخدمكم هكا يتعرض لك كلوشار تمشي الامن يقول لك اخويا دبر راسك مش سافا والله ان شاء الله بس فما حوايج تقدوا فما حوايج ما زالوا فهمت عامين بعد الثورة والله في بالي احنا قعدنا في الامام استعد كما ربي حن علينا كيش نقول لك والله كما ربي حن علينا اداريا اقتصاديا اجتماعيا ادارات فارغة ما تلقى حد يحن علينا المون هكذا نقول لك هو وان شاء الله الحال هذا ما يدومش واحنا ناس بقدرة ربي نخرج منها لاباس